that Uthman, what did he say about the second Adhan? He said that the one who innovated, not the second Adhan, the first Adhan for Jumu'ah. He mentions that the one who innovated this was Uthman bin Affan. هل كل من ارتكب بدعة مبتدع وما هو الضابط في هذا الأمر؟ تكلمنا غير مرة في هذا وأصبحنا بالصحيح فاستهمنا من الكلام في هذا. الضابط أن المبتدع مبتدع يكفي هذا وما يكفي مالك. نعم، وأقصد من هذا الشخص الذي عنده بدعة مثل الموالد، مثل الاحتفال 27 من رجب، ومثل الاحتفال بعيد الهجرة، ومثل الاحتفال بماذا بليلة النصف من شعبان، ومثل أيضا التجمعات التي يتجمعها الصوفية ويرقصون في المساجد، هذا سمه مبتدعا ولا كرامة. لكن سني وضع في بدعة، فأنت تقول عملك هذا بدعة ولا تسميه مبتدعا، كما حصل من عثمان رضي الله تعالى عنه في الأذان، أذان الجمعة الأول، عبد الله بن عمر يسميه بدعة الأذان الأول الجمعة، ولكن ليس هناك من يجرؤ على تسمية عثمان أو على قول القول بأن عثمان مبتدع رضي الله تعالى عنه. عندي سؤال، من صاحبه؟ هل يقول أنا؟ أي نعم، والمسجلات أمانكم، فمن يقول أنا؟ البطل سيقول أنا، أبو عبد الرحمن، ما في أحد يقول أنا. نعم، فإن قال قائل أنتم تقولون ما فعله عثمان ليس بسنة، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، فما جوابنا على ذلك؟ الجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول سنة الخلفاء الراشدين، نعم، ولم يقل سنة واحد منهم. طيب، وعلى هذا فلو قال سنة الخلفاء الراشدين وأخذنا بقول واحد منهم ما أخذنا سنة. طيب، وأبو محمد بن حزم في يرجع هذا الحديث ويقول لو أردنا أن نأخذ بقول واحد وندع قول آخر في مسألة ما، لو أخذنا بقول واحد وتركنا قول آخر في مسألة ما يعني كنا أخطأنا الحق، لكن نأخذ ما وافق الدليل من أقوالهم جميعا. طيب، أجبت وأصبت، جزاك الله خيرا. نعم، تفضل. And then he attributes it to Ibn Rajab from Ishaq bin Rahawai. So he puts the sentence there after being caught out. He said, look, Ibn Rajab, he wasn't me, Ibn Rajab, from Ishaq bin Rahawai, that the first one to innovate the first Adhan for Jumu'ah was Uthman. So he leaves it there. Up until you go back and you look at the statement of Ibn Rajab. When you read the statement of Ibn Rajab, what do you find? The Ibn Rajab mentions Ishaq bin Rahawai said, the one who introduced the first Adhan was Uthman bin Affan. And then it became the Sunnah, virtue of the fact that he is from the Khulafa. So this is a statement of Ishaq bin Rahawai, or words to that effect, because I don't have it in front of me, or words to that effect. So much so that he became the Sunnah for Jumu'ah. So much so that he became the sunnah for Jumu'ah. So much so that he became the sunnah for Jumu'ah. يتحدثون عن بعض السنن مثل ما هي سنة الجمعة القبلية، فيقول وكذلك الأذان يعني جعل الأذانين في الجمعة، فحينما تسألهم يعني سألت بعض الدكاترة قال نأخذ بقول الرسول صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين من بعد الراشدين من بعد، فقال إنه بهذا يعني هي السنة استلها
الخلفاء عثمان وهم من الخلفاء فتكون هي كسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فما رأيك بهذا الاستدلال أو طريقة الاستدلال هذه؟ استدل على أنها سنة بالحديث هذا عليكم بالسنة وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. ويستدل يعني استدل على ذلك بكثير من الأفعال التي يفعلها الخلفاء الراشدين ويقول هي سنة ما دام أن ثابت في هذا الحديث. نعم. نحن جوابنا عن هذه الشبهة معروف. أولا هم يفهمون هذا الحديث خطأ، لأنه ليس معنى الحديث عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين أي وسنة أحد الخلفاء الراشدين، لا ليس هذا هو المعنى، وإنما المقصود سنة جميع الخلفاء الراشدين، وحينئذ يبطل استدلاله. أليس كذلك يا أبو عبد الرحمن؟ حيث أراد صاحبك أن يحملك على الكلام فأبيت عليه، والآن صدقت فيما قلته وجزاك الله خير. هذا أول شيء. ثاني شيء، سنة الخلفاء الراشدين أمر بها لأنها تكون عادة مطابقة أولا لسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم قد تكون دالة عليها، قد تكون دالة عليها، ولا تعني أو هذا الحديث لا يعني خذوا بسنة الخلفاء الراشدين ولو خالفت سنتي. وهذا المعنى لهذا الحديث أنا أستقيه من آية في القرآن الكريم، ولا يمكن لأحد أن يفسرها بنحو ما فسر ذاك الدكتور حديث الإرباض ابن سارية. الآية هي قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ويتبع غير سبيل المؤمنين على وجانها من حيث الدلالة وخلفاء الراشدين وسنة يرحمك الله وسنة الخلفاء الراشدين. لا أحد يستطيع أن يقول ويتبع غير سبيل المؤمنين أي غير سبيل أحد المؤمنين، وإنما جميع. الآية هنا من حيث الدلالة على عموم المسلمين، كذلك الحديث من حيث الدلالة على عموم الخلفاء الراشدين. فإذا وضح هذا الفهم الصحيح للحديث سقط استدلالهم جذريا من أصله، على أنه لو أصروا وقد يصرون على أكثر من ذلك